وهيك عملنا الكشك الغزاوي رقم واحد في العالم وغرقان بالزيت. ما شاء الله رائع جدا. كنت بحكي مع اهلي على التليفون فبسأل امي عن طريقة الكشك، بقول لها كيف اعمله، فقالت لي الطريقة، بعدين بتقول لي اه جبته على بالي هالجيت، فحفرجيكم الطريقة كيف بنعمل الكشك الغزاوي. الغزاوي ها، مش حد يقول لي مش هيك بنعمله في لبنان ومش هيك بنعمله في سوريا. طريقة الكشك الغزاوي المرتب، مش عارف اذا حقدر اكل ولا لا، لانه انسدت نفسي، لانه امي بتقول لي جاي على بالها وفيش عندهم اشي بيعملوا منه الكشك في غزة، لانه انتم عارفين الوضع كيف. فركزوا معي فرجيكو أزكى طريقة كشك ممكن تاكلوها في حياتكم. أول إشي اللحمة، ممكن تستعملوا أي قطعة من الذبيحة خروف أو عجل، ولكن أنا بحب أستعمل فتايل الظهر وبقطعها مكعبات، وبشوية زيت بنزل اللحمة مع شوية مطيبات، بشوحها شوية، بعدين بغلي مية وبنزل عليها زي لتر لتر ونص، وبعدين بدنا الكشك. تعالوا أفرجيكو كيف نعمله. هاجي تركزوا معي، الكشك مش جميد، الكشك ليس هو الجميد، لأن الجميد بنعمل بس من اللبن، الكشك بنعمل باللبن مع البرغل في لبنان وسوريا. أعتقد عندنا في غزة بيعملوا اللبن مع القمح، الكشك الغزاوي لبن وقمح، ولكن أنا لقيت اللبناني هنا اللي هو بالبرغل، وفي منه أنواع كتير، بيجي بودرة، بيجي قراصة صغيرة، بيجي قراصة كبيرة، بيجي سائل. طريقة تحضيره سهلة، بس بجيب إشي زي هيك، بحط فيه البودرة، وبضيف عليه مي باردة، وبحركه وبجهزه عشان أديره فوق الخليط. وأهم إشي في الموضوع كله الحموضة تبعت اللبن. جربت امبارح كذا منتج من هذول، لسبب ما السائل أعطاني الحموضة اللي بدي إياها. شايفين كيف بيجي؟ باخذ لي ملعقتين ثلاثة كبار، حلوة ريحته. هيو هيك، وبضيف عليه مية. ممكن بالخلاط اذا بدكم سرعه. هلقيت بدي شويه رز مصري بغسله على السريع، اذا بدي بشيل المطيبات، وهلقيت بملح المرقه وبنزل عليها الرز، بخليها تغلي لها هيك ربع ساعه ثلث ساعه. هلقيت ايش صار عندنا، اللحمه والرز قاعدين بنطبخوا، الكشك او الكشكه صار جاهز. بدي بصله كبيره او بصلتين كبار. هلقيت بدي كميه زيت زيتون، وبنزل عليها البصل. احنا قلنا فيش عليه توابل ولا بهارات، ولكن اهل غزة بيحبوا الشطة، هيك بيكون كويس. هلقيت عشان الوصفة تكون 100% بنضيف عليها حمص حب، ايش اصلا مش عارف، بس في الغالب لما يكون في وصفة فلسطينية فيها لحمة او حمص او الاثنين مع بعض او كل واحد لحاله، معناها انه الغني بحط لحمة والفقير بحط حمص، يعني هيك ثبت لنا بالتاريخ، فانا بدي احط حمص لانه زاكي. بغسله، الرز بدأ ينطبخ، بنزل حمص عليها، بنزل الشطة، تقليبة سريعة، وبنزل الكشك مع التحريك. حاسه ممكن يكون مرق شوية، خلينا احط عليه شوية من البودرة عشان يمسك اكتر. على البارد بحرك البودرة وبنزلها مع التحريك. البصل هيك بيكون جاهز. كيف اعرف انه القوام مناسب؟ وهو سخن وبيغلي بيبدأ يمسك، بيعطيني قوام ماسك. اذا مسك وهو بيغلي معناه لما يبرد حيكون قوامه ممتاز. وهلقيت بنزل البصل قديش بدي وبقلبه مع البصل. يا سلام، البصل بيعطيه حلاوة مع الملوحة والحمورة تبعته، اشي ناهي، هيك صار ممتاز. بخليه يغلي كمان دقيقة، بطفي عليه وبصير جاهز. طيب هقيت بدي افرجيكو مش الطريقة اللي بتقدم فيها الكشك، للناس اللي بحبوا ياكلوه سخن، انا ما بحبوش سخن. اذا بدي بنزل عليه المزيد من الشطة، وبعدين ضروري انزل عليه بزيت الزيتون. زيت الزيتون اهم مكون هنا، لازم يغرق الكشك بزيت الزيتون. ومكون اختياري جوز مكسر، بنزله كمان على الوجه. طبعا زي ما حكيت لكم مش هيك بتقدم الكشك في الصحن هذا، بنوزع صحون زي هيك، لانه امي جاي على بالها ومش عارف كيف اودي لها وما عندها عشان تعمل هي، فبدي اوزعه على اصحابي وجيراني. هيك بيكون 100%، بهزه عشان يثبت. ممكن نحطه في الفخاره او في اي صحن بدكم اياه، ولكن هذا هو الصحن التقليدي في غزه. وبهزه زي هيك، وبعد ما يثبت ويبرد بدير عليه زيت في الفخارة، بقعد برا التلاجة ممكن لمدة أسبوع بدون ما يخرب طالما فوقيه زيت. طيب أنا مضطر أذوقه بس عشان بدي أعطيه للناس، بدي أعرف إذا طعمه منيح ولا مش منيح. بسم الله، حموضته 100%. حبايبنا اللزم، ادعموا غزة عن طريق الرابط تبع حملة أطبخ لغزة، اكتب على جوجل ابو جوليا اطبخ لغزه، او بتلاقوا الرابط في البايو تبعي، او بحط لكم اياه في التعليقات. حبيبنا اللزم. طبعا الكشك بتاكل تغميس بالخبز، باي نوع خبز، مع زيتون ومخلل او مكدوس كمان بيطلع زاكي.